السلام عليكم، انا مبسوط قوي عشان انا اول طالب اشتريت كورس اللغه العربيه الدي في دي 5 و6 من علي جمال. شكرا. دلوقتي انا بدرس عربي مع علي في القاهره. انا اشتري كورسات العربي الدي في دي والكتب، ودلوقتي انا بتكلم عربي احسن من ابو كده. شكرا مستر علي. من شهرين ما كنتش كويس في العربي، لكن بعد ما درست مع علي انا بقيت كويس جدا في العربي. بجد انا مبسوط جدا عشان انا بدرس اللغة العربية مع علي. علي مدرس ممتاز جدا، كل واحد بيفتكر ان اللغة العربية صعبة قوي، لكن مع علي اللغة العربية سهلة قوي. علي مدرس نشيب وزاكي جدان، درس ممتع جدان مع علي، شكرا جدان مستر علي. بجد علي مدرس كويس قوي، درس سهل قوي مع علي، شكرا مستر علي. شكرا. السلام عليكم. Today the Arabic lesson is very important. النهاردة الدرس العربي مهم قوي. How can I say this sentence in Arabic? I must enter home now because there is a strong storm. To enter in Arabic is يدخل، يدخل home، بيت، the home، البيت، storm، عاصفة، عاصفة، strong، قوي. But because عاصفة strong is feminine, so strong storm it will be عاصفة قوية. I will say this sentence from I until we, from أنا until إحنا. I must enter home now because there is a strong storm. أنا لازم أدخل البيت دلوقتي عشان في عاصفة قوية. أنت لازم تدخل البيت دلوقتي عشان في عاصفة قوية. For أنت you feminine، انت لازم تدخلي البيت دلوقتي عشان في عاصفة قوية. فانتوا لازم تدخلوا البيت دلوقتي عشان في عاصفة قوية. هو لازم يدخل البيت دلوقتي عشان في عاصفة قوية. هي لازم تدخل البيت دلوقتي عشان في عاصفة قوية. هم لازم يدخلوا البيت دلوقتي عشان في عاصفة قوية. احنا لازم ندخل البيت دلوقتي عشان في عاصفة قوية. I really hope you enjoy this Arabic lesson and don't forget to subscribe to my YouTube channel at this link. Egyptian Arabic with Ali. Ali Gamal, Al Qahira, Masr. Ma salam. Alif ba ta untha jim ha kha dal dal ra za sin shin sad dad ta ayn ghain fa qaf kaf lam mim nun ha waw ya. Ali Gamal, Sharm El Sheikh. Ali Gamal, هرقادة. I really love you all my students. علي جمال، القاهرة، مصر. مع السلامة.